بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى ان الصوت يكون واضح ان شاء الله. صوت لها واضح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوة قولوا نبقوا إلى الصوت راه واضح باش نبدأ البث المباشر إن شاء الله. هل الصوت راه مسموع؟ واضح، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي معكم اليوم في هذا البث المباشر اليوم بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2023، تسمى مصادقة عليه من طرف الغرفة المجلس الأمة، وبذلك يكون صادق عليه بغرفته البرلمان، بغرفته مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني. اليوم أنا حبيت نتحدث شوية على قانون المالية هذا، وحبيت يكون الحديث عن قانون المالية هذا يعني بشكل بسيط، باش يتيح لكل المواطنين، جميع المواطنين، يعني بعيدا عن اللغة الأكاديمية اللي يشاهدوها يعني في بعض الأحيان في بعض المحطات. حبينا نكون شوية يعني نوضحوا بعض الأمور على قانون المالية، وهو كما نهضروا أنه قانون المالية هو العصب تاع الدولة الجزائرية يعني في خلال السنة المالية المقبلة هذه. حبينا اليوم نتحدث عن قانون المالية لسنة 2023. كما تعلمون أنه هذا القانون يمر، هذا القانون كل عام يمر هذا عن طريق البرلمان، يتم مناقشته. وأنا الآن في لجنة المالية درسنا هذا القانون لمدة قاربة شهر، ناقشنا مع 21 وزير داخل لجنة المالية، 21 وزير تاع قطاع، ناقشنا معها يعني الميزانيات القطاعيه، وتحدثنا فيها على عده امور على مدار شهر كامل. استضفنا ايضا المديرة العامة للضرائب، مدير املاك الدوله، مدير الميزانيه، مدير الخزينه، وغيرهم من المدراء الذين لهم علاقه مباشره مع قانون الماليه. الان باش ما ندخلوش كثير الامور الاكاديميه، خلينا نشوفوا شويه الامور، اهم الامور اللي حنطرقوا عليها الان. درت منهجيه باش نتحدث عليها اهم المواد التي جاءت في قانون الماليه، ونتحدث ايضا الامور التي يعني تفهم فيها الناس حبت تفهم عليها كثير، اللي لحقتني عليها رسائل كثيره، اللي هي عن قانون استيراد السيارات اقل من 3 سنوات او استيراد السيارات. ثانيا نتحدث على منحه البطاله، وش هي الامور الجديده التي جاءت في منحه البطاله. نتحدث ايضا على منحه على التقاعد، سيادات التي تمس بالتقاعد. الامر الرابع اللي نتحدث عنه ايضا، قلنا منحه التقاعد، قلنا ثاني استيراد رفع الاجور. واذا كاين فيها الخو، واذا كاين في امور اخرى تحبوا نوضحوها ايضا، نزيدوا نطرقوا عليها. اولا نتحدث عن ميزانيه الدوله الان لسنه 2023. نعرف انه حاجه الدوله الانفاق، لماذا تخليتوا؟ خلينا نكمل البث تاعي، بعد نبداو ان شاء الله نردوا على اهم التعليقات تاع الاخوه والاخوات. قلنا ان ميزانيه الدوله لسنه 2023 تقدر ب 13786 مليار دينار، اي ما يعادل تقريبا 98 مليار دولار. هذه يعني تكون اكبر ميزانيه للدوله منذ الاستقلال. 98 مليار دولار ستنفقها الدوله هذا العام، يعني ستنفقها الدوله الجزائريه، هذه اكبر ميزانيه منذ الاستقلال، 98 مليار دولار. هذا امر هنا في الحقيقه، هذا الامر يعني نشوفه بانه ايجابي، في شق انه ايجابي. لماذا ايجابي؟ لانه حاجه الاولى كانت في النفقات هذه ال 98 مليار دولار او 13000 مليار، هذه قسمناها الى شقين، الى نفقات تجهيز ونفقات تسيير. نفقات تجهيز
قدرت هذا العام قلنا بانه عندنا النفقات اللي هي 13000 قسموا نفقات تجهيز ب 4000 مليار 4000 مليار ونفقات تسيير 9767 مليار. هذه نفقات التسيير. نروحوا منين جبنا هذه؟ منين عندنا 13 هذيك؟ كيفاش راح يعني منين راح ندخلوا دراهم باش ننفقوا هذه 13 مليار دينار؟ راح نجيبوا دراهم على كل حال من الجبايه البتروليه. الجبايه البتروليه تاع هذا العام هنا الحمد لله انه نشوفوا بلي راه ارتفع سعر البترول هذا العام. ارتفع سعر البترول، قولوا بانه الجبايه البتروليه ستوفر لنا هذا العام تقريبا 3298 مليار. 3298 مليار هذه من الجبايه البتروليه. منين راح نجيبوا الدراهم ثاني؟ من الجبايه العاديه، من الضرائب اللي رانا اللي تفرضهم الدوله على الشركات والمواطنين وغيرها من ضرائب الجبايه العاديه اللي تشمل كل ضرائب الجبايه. الجبايه العاديه اللي راح تكون 4600 مليار. راح 4600 مليار وعندنا 3200 مليار. هذا على كل حال رقم غير كافي لتغطيه النفقات اللي راح تسمى عندنا المداخيل تاعنا عندنا 4000 وعندنا 4000 وعندنا 3000 تقريبا عندنا قريب واحد 8000 مليار اللي هي المداخيل تاعنا. راح نقعدوا في عجز على كل حال، عجز يقدر ب 5000 مليار. 5000 مليار راح يكون جزائر على العجز هذا السنه، راح يكون تقريبا واحد 5000 مليار. هذا ناتج على اننا زدنا زاد الدوله قررت انها راح تزيد النفقات هذا العام. النفقات هذه قلنا انه دائما اي حاجه تمس المواطن تكون بالايجاب للمواطن راح نتمشاو فيها، ولذلك هنايا هذا العام تمشينا مع يعني القانون المالي تاع 2023 تمشينا فيه. السبب الرئيسي هو انه كان هناك زياده كبيره في الميزانيه الدوليه تقدر ب 13 مليار دينار. هذه الزياده وين راحت؟ الجزء الكبير منها راح على كل حال ميزانيه التسيير. من لما نقولوا الجماعه قلنا خلينا باش نهضروا شويه ببساطه، ما نهضروش شنو هي، نهضروا شنو هي ميزانيه التسيير. ميزانيه التسيير هي الميزانيه اللي تسير بها الوزارات والقطاعات وهذه الامور يسيروا بها القطاع تاع منها الزياده هذه تاع التسيير. هنا على بالكم العام اللي فات كان نفقات التسيير كان 7600 مليار، الان طلعت الى 9700 مليار. وين راحت هذه الزياده؟ راحت الى رفع الاجور. راح الموضوع المهم اللي كان ينتظره كثير من الناس، النفقات السير وعلاه زادت بهذا الشكل الكبير. راح الامر الكبير راح الى زياده الاجور، راح تكون هناك زياده في الاجور هذه السنه. وكان الامر الثاني وين راحت الزياده هذه؟ دمج المستفيدين من جهاز المساعده على الادماج، هذه النقطه الثانيه، وتحويل عقود نشاطات الادماج الاجتماعي الى عقود غير محدده، تسمى غير محدده المدارك اللي كانت عقود يعني مؤقته، الان راح تصبح الى عقود غير منتهيه. لذلك حتى لما نقولوا انه كاين زياده هذا العام في الميزانيه تاع الدوله اللي تقدر ب 13 مليار دينار جزائري او 98 مليار دينار جزائري، نقول بان الزياده هذه وراي رايحه من جزء كبير فيها هي رايحه الى ميزانيه التسيير. ميزانيه التسيير لما نحكي عن ميزانيه التسيير وعلى زياده الدوله، وهذا امر يعني هنا نتمنوه لانه اي امر يمس بالقدره بالمواطنين هنا الامر هذا نمشيو به. لذلك انا نقول اننا صدقنا على قانون الماليه، من بين الامور اللي صدقنا على قانون الماليه لانه كان هناك زياده هذا العام 98 مليار دينار خصتها الدوله الى ايرادات يعني الى نفق لا يعني الميزانيه تاع الدوله قدرت 98 مليار، جزء كبير منها راح الى نفقات تسيير. نفقات تسيير قلنا وشنو هما نفقات تسيير هادو اللي قدرت هذا العام 9700 مليار، راح فيها عده امور، هي الاجور وفيها ثاني زياده في الاجور تاع الموظفين، زياده في منحه البطاله راح نزاد هذا العام في منحه البطاله، راح يزاد ايضا جماعه تاع دمج المستفيدين الى عقود غير منتهيه المده. هذا بالنسبه الى ميزانيه التسيير. هذا بالنسبه لما نتحدث عن ميزانيه التسيير قلنا انه هناك عده زيادات. لما نتحدث ايضا هناك زياده في ميزانيه التجهيز، هناك عده مشاريع كانت معطله لسنوات كثيره. نعرف ان الجزائر مرت بازمات، اما الان الحمد لله ان الجزائر يعني نقدر نقولوا انها بدات تشوف بحبوحه ماليه، وانا عندي الارتفاع سعر البترول وانا عندي التحفظات على هذا الشيء. لذلك لازم احنا دائما ندعو اننا ما نقعدوش رهينه تاع البترول. نهار اللي يطلع البترول هنا راه الجزائر مليح، هنا اللي يهبط البترول ياكلنا الشر،
هذا الامر لازم الجزائر، لازم الحكومه تشوف يعني امور اللي نقدروا نفكوا من الهيمنه تاع المحروقات هذه، ونشوفوا بانه الجزائر راهي تمشيت على كل حال في هذا الامر، لانه الحمد لله رانا نزيدوا هذا العام راح يكثر الصادرات خارج المحروقات، هناك يعني تقدم كثير في هذا الشيء. قلنا وين حنا هناك قلنا لزياده البترول، تحدثنا ايضا قلنا انه جزء كبير من النفقه تاع الدوله تاع الميزانيه هذا العام راح كبير الى الميزانيه تسير، لان الان نتحدث عن ميزانيه التجهيز. قلنا انه الجزائر لمده سنوات عده وهي وكان عده مشاريع معطله، عده مشاريع معطله بسبب تروح تهضر مع جل القطاعات يقول لك بلي ما عندناش، للاسف الشديد ما كانش عندنا مداخيل، لكن الان الحمد لله سعر البترول طلع، هناك عده مشاريع هذه مبين الاسباب اللي نقولوا عليها ارتفعت ميزانيه الدوله الى 98 مليار، هناك عده مشاريع كانت مجمده لسنوات، اما الان انطلقت هذه المشاريع، رفع التجميد عن عده مشاريع كانت مجمده، ولما نتحدث عن المشاريع المجمده هي مشاريع تخص مباشره المواطن البسيط، لما نتحدث عن مشاريع ولائيه، نتحدث عن مشاريع في البلديات، هناك ايضا نتحدث عن مشاريع تخص شباب الرياضه، المجال شباب الرياضه، قطاع شباب الرياضه كان معطل، مشاريع في قطاع شباب الرياضه كان معطل لسنوات كثيره، نقدر نقول من 2015 وهو معطل قطاع الشباب والرياضه، يعني من ناحيه ميزانيه التجهيز كان معطل، المشاريع كانت معطله، الان الحمد لله راح نشوفوا انه هناك عده مشاريع على مستوى الولايات، هذه نقطه. تحدثوا ايضا دعم، هناك الامر الايجابي اللي جاء في قانون الماليه هذا، انه هناك الدعم تاع الدوله اللي كانوا متخوفين منه الناس العام اللي فات، وهذا امر يعني من حق جميع المواطنين، وهنا دافعنا عليه، لاننا هذا الامر اجتماعي للدوله اللي هو منصوص عليه في بيان اول نوفمبر، اللي كانوا متخوفين الناس انه ممكن يتنحى الدعم لما نتحدث عن الدعم، هو الدعم اللي راهو يمس مباشره الانسان اللي راهو يشري في الخبز هذاك بالفرق، راهو الدعم، الزيت، الليسونس، الكهرباء، الغاز، هذا كل امور الدعم هذا اللي كانت ضج عليه العام اللي فات، اما الان والحمد لله مازال كاين الدعم تاع الدوله، ولئن هنا نحبوا ان يكون دعم مباشر، انا نتمناه انه لما كانت عندنا جلسات مع عده الوزير الماليه اننا كنا نتحدثوا انه يكون دعم مباشر، اللي يروح الدعم هذا ديريكت للمواطن البسيط، الدعم هذا العام راح يرتفع الدعم هذا ب 557 مليار، الدعم هذا راح يرتفع ب 557 مليار، راح كان العام اللي فات 1300 مليار، الان راه ولا 1900 مليار، هذا الدعم هو مهم جدا للمواطن، المواطن البسيط، لما نهضروا على المواطن البسيط، الدعم هذا راح يروح ديريكت يعني الامور الاساسيه تاع المواطن البسيط، لما نتحدث قلنا على سعر الكهرباء، سعر البنزين، سعر مختلف السلع المدعمه من طرف الحليب وغيرها، هذه اهم الامور اللي جات بالنسبه الى ميزانيه الدوله في قانون الماليه، تحدثنا عن الايرادات وتحدثنا على النفقات منين راح نجيبوا الدراهم، هنا من جبال البتروليه ومن الجبال العاديه، من الجبال البتروليه راح ندخلوا هذا العام ان شاء الله حوالي 3000 مليار، والجبال العاديه 4000 مليار، وراح يكون هناك عجز ب 5000 مليار، هذا امر ان شاء الله مع الحكومه نتمنى ان نلقاو له حلول هذا العجز هذا، ولان هذا العجز يكون الارتفاع تاع الميزانيه هذا تكون في مصلحه المواطن. نتحدث ايضا على اهم المواد التي جاءت في قانون الماليه، الاهم وشوف خاونا هنا الاخوه والاخوات، خلينا نكونوا صرحاء، والله غير خلينا نكونوا صرحاء وفخورين اننا لما نتحدثوا عن البرلمان الجديد هذا العهده التشريعيه التاسعه، نقولوا ان هناك يعني كاين هناك عده امور ايجابيه. في ما نتحدثوا لا نبخس الناس اشياء، ما نهضروش على البرلمانات السابقه، لكن خلينا نهضروا على انفسنا هنا البرلمان. برلمان في هذا في القانون الماليه 2023 هناك عده يعني مواد يعني كانت جاءت بها الحكومه، لكن النواب اجتمعوا عليها واسقطوها في قبه البرلمان، تسمى في الجلسه العلنيه تم اسقاط عده مواد يعني جاءت بها الحكومه، هي في العاده انه اي حاجه تجي بها الحكومه نعرفوا انه الناس يهضروا بزاف البرلمانيين، يقول لك باللي البرلمانيين يرفعوا غير يديهم، لكن الحمد لله الان هناك يعني كاين تغيير في الامر هذا، كاين عده مواد جات بها الحكومه، لكن شافوا النواب انه هذه المواد ما تصلحش لصالح الشعب، تم
تم على كل حال تم اسقاطها وتم استبدالها. وحتى نحن الحمد لله كنا في لجنه الماليه كنا نسهر لساعات متاخره كنا نسهر لساعات متاخره في الليل، كملنا مرتين او ثلاثه حتى الرابعه صباحا وحنا في تعديلات عده امور، تحدثوا من بين الامور الايجابيه اللي جا فيها قانون الماليه تعاونيات السيد البحري. الناس اللي عندها تعاونيات السيد البحري هذه معفاة من الضريبة على أرباح الشركات من بكري، الضريبة على أرباح الشركات الناس اللي راهي دايرة بالنسبة للناس اللي عندها تعاونيات السيد البحري، هذه المادة السابعة تعاونيات السيد البحري هذه راهي معفاة من الضريبة على الأرباح. نتحدثوا أيضا المادة نتحدثوا على أيضا المادة المهمة اللي هضروا عليها الناس، نتحدثوا على المادة 66. المادة 66 اللي هي مادة تاع السيارات أقل من 3 سنوات، هذه المادة التي أثارت كثيرا من جميع، كان هناك ناس كثير تحدثت على هذه المادة، مادة تاع موان طوازون، الناس اللي حابين تدخل سيارات، نعرفوا أن السوق الجزائري كانت راهي متعطشة إلى السيارات لمدة سنوات، لعدة سنوات وهي السيارات ما عندناش، لكن الحمد لله بقانون المالية الجديد هذا في المادة 66 كاين هناك يرخص بجمرك السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات المحرك لمكبس وإيقاد الشارع التي تقل من 3 سنوات. نتحدث عن السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات. 3 سنوات هذه كاين عدة 3 سنوات أقل من، وشنو هي اللي كاين هناك شروط. حاجة الأولى تكون سيارة أقل من 3 سنوات تكون التي تقل عن 3 سنوات. الشرط الثاني هو أنه للاستعمال الشخصي. ثالثا انه عنده مره في 3 سنوات. 3 سنوات هذه الامور. ثانيا نهضروا على لي طاكس، نهضروا على لي طاكس تاع السيارات هذه. في يعني في الماضي نتحدثوا عن السيارات تاع 3 سنوات. في الماضي كان القانون انك بتدخل سياره، كاين الان خلينا نتحدثوا عن السياره 3 سنوات. بالنسبه للسيارات الكهربائيه، كاين سيارات كهربائيه الان انا نشوفه في اوروبا وغيرها كلها راهي تتجه الى السيارات الكهربائيه، حتى الجزائر الحمد لله راهي بدات تتمشى في هذا الامر. بالنسبه للسيارات الكهربائيه مع تخفيض 80% من الرسوم، تسمى الرسوم اللي كانت مقبل الان بعد التعديلات الحمد لله وجدنا في داخل لجنه الماليه ومع زملائنا النواب وكل يعني في الجلسه العائليه خفضنا بنسبة 80% بالنسبة للسيارات الكهربائية، هذه النقطة الأولى، كاين سيارات كهربائية. بالنسبة للسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقادة شرارة بنزين أو هجين بنزين، يعني إيسونس وكهرباء، كاين سيارات اللي عندك من أنفيرغلويت لإيسونس أو سيارة إيسونس وكهرباء أو تساوي أوتوماتيك قلنا أنفيرغلويت، هذه نقصنا لها 50%، وشحال نقولوا 50%؟ مقبل واش كانوا لي طاكس؟ كان في دخل سيارة عندك لي طاكس عندك 15%، وعندك الحقوق الجمركيه وعندك 19% التيفيه وعندنا 2% اللي هي الضريبه على الاستيراد. هذو الامور هذو كامل كينجمعوا 15 و19 و2% 15 و19 15 15 19 تسمى طيح لنا 36%. 36% هنايا قلنا بانه قلنا هذه الأو التي تف... آه خمس... آه التي تقل عن أنفيرغلويت، أنفيرغلويت تسمى نولوا نخلصوا عليها 36% نقسموها طيحنا حوالي 19% طيحنا حوالي 19% 18 كيلو هكذا. تسمى السيارة الآن أي واحد مواطن جزائري حاب يجيب سيارة أقل من 3 سنوات أنفيرغلويت من أنفيرغلويت وحبر أنفيرغلويت وحبط يخلص تقريبا لي طاكس حوالي 18 قريب 19% من مجمل لي طاكس، ما فيهم دروا دوان فيهم تيبيا فيهم تاع لامبورطاسيون. هذه بالنسبه لأنفيرغلويت. فما تاع لما تحدثوا عن أنفيرغلويت 1.8 الاسطوانه تاع 1.8 فما فوق تسمى دي ليتر وغيرها راح يخلص، هي في المقبل كانت 30% كانت 30% حقوق الجمركية عندنا 30% نزيدوا لها 25% الآن اللي حاب يجيب طوموبيل دوليت أقل من 3 سنوات سيارة 3 سنوات أقل من 3 سنوات ودوليت راح يخلص 25.5%. هذه بالنسبة للسيارات تاع دوليت لإنسان من أن ويت وطلع حتى دوليت
هذه الامور حبينا نوضح هذه الامور. كثير كانت تلحقنا تصلنا رسائل نتحدث هذا الامر، تحدثنا عن قلنا الانسان اللي حاب يجيب السياره ان فيرميلوي، اللي حاب يجيب السياره ان سيس ان كارتات وغيرها، راح يخلص كل شروط، راح يخلص 19%. تسمى جيب سياره شحال السعر تاعها احسب 19%، راح تخلص هذيك، راح تخلص باش دخلها ناسيه. الامر الثاني نهضروا على سيارة قلنا من ان ويت وطلع 2 لتر وغيرها، اللي هي كثير على كل حال. سيارتي راهي موجوده الان، راهي في السوق، هي غير 2 لتر وطلع على كل حال، راح يخلص 25%. هنا كانت عندنا تدخلات كثيره، يعني الحمد لله باش عاودنا رجعنا لهذا باش نقصنا لي طاكس على المواطنين. كانوا لي طاكس كما كنا نتحدثوا عن كانت 50% تخلص 50% في ان فيرميلوي وطلع، كانت تخلص قرابه 36%. الحمد لله ساهمنا ولو بشكل يعني في تخفيض على المواطنين، باش الناس ان نعرفوا ان الناس الان ولا السياره امر ضروري جدا للمواطنين. هذا بالنسبه للسيارات، تحدثنا عن السيارات اقل من 3 سنوات. اهم الامور التي ناقشناها واثريناها في قانون الماليه هذا تاع 2023، واللي هي كان عندنا الماده تاع المساهمه، تنشا الماده 66 تنشا مساهمه تضامن بنسبه 2%. خلينا نقولوا للناس هذه الامور، شوف هذه الامور اللي لازم يعني تبعهم المواطن، نشوفوا الانجازات ولا نقول الامور يعني اللي راه يقوموا بها النواب من باب يعني عدم بخس الناس اشيائهم. نقول المحسنين احسنت والمسيئين اسات. هنا عده امور رانا الان قمنا بها الحمد لله داخل قانون الماليه، جات بها الحكومه لكن تم يعني عودنا غيرناها. مثلا الامور التي كانت ستمس، هذه الامور لازم الناس تعرفها، الامور هذه الماده كانت ستمس يعني بالقدره الشرائيه او بقيمه المنتوجات النهائيه. واش الماده هذه واش كانت تقول؟ قالت لك تنشا مساهمه تضامن بنسبه 4%. كانت هناك نسبه تسمى لامبورطاسيون، اي حاجه الضريبه على لامبورطاسيون، كانت راح تطلع 4%. تسمى اي حاجه، هنا نعرفوا ان الجزائر نستهلكوا كثير، نمبورتي كثير من المواد الاستهلاكيه، هذه كانت راح تطلع الى 4%. تسمى اي حاجه، المستهلك شكون المستهلك الاخير اللي يخلصها؟ هو المواطن البسيط، اللي هي كانت طالعه 4%، عاودنا رجعناها الى 2%. هذا امر يعني ايجابي وتحسب للنواب، هذا امر مهم جدا. الماده 60 هذه عاودنا رجعناها نسبه مساهمه تضامن بنسبه 2%. الامر الثاني نتحدثوا عن المرضى في القانون، نعرفوا انه في قانون الماليه 2022 كان هناك صندوق السرطان. هذا الناس اللي مهتمه، نتحدثوا على الناس المرضى، هذا ربي شافيهم ان شاء الله ويعافي كل اخواننا واخواتنا. كان هناك صندوق مكافحة السرطان، تحدثوا عن صندوق مكافحة السرطان، وهذا الصناديق اتخذ الدولة قرار انها ستغلق الصناديق هذه، وتم يعني كانت مبرمج انه يغلق هذا الصندوق في 31 ديسمبر 2022. تم يعني اقتراح من طرف النواب وان زاد مدة داخل لجنة المالية، زدنا ان مدتنا صندوق مكافحة السرطان، نعرفوا انه اصحاب مرضى السرطان هذا راهم يعانيوا كثير، لما يكون هذا الصندوق راح يخفف عليهم من طرف وزارة الصحة وغيرها. تحدثنا ايضا التكفل بنفقات نقل جثامين الجزائريين المتوفيين، كاين تكفل الدولة راح تكفل بنفقات نقل جثامين الجزائريين المتوفيين في الخارج، هذا امر ايجابي ثاني تحدثنا عليه. النقاط الاخرى رفع الاجور، كاين هناك يعني كنت خصصت لما تحدثنا ايضا عن رفع الاجور، قلنا انه الدوله زادت في نفقات التسيير، ومن بين الامور المهمه اللي زادت عليها نفقات التسيير هي رفع الاجور، راح نزيدوا في عدد من المفروض انه راح تكون هناك زياده في عدد من النقاط الاستدلاليه، وماش راح تكون يعني تكون بلاس كما العام الماضي. الزيادة في الأجور هذه راح تخص الوظيف العمومي، راح تخص الوظيف العمومي، أصحاب الوظيف العمومي راح تكون هناك زيادة في الأجور. منحة البطالة أيضا هناك زيادة في منحة البطالة، كانت العام اللي فات 13000 دينار، الان ممكن راح ترتفع ثاني منحه البطاله تقريبا، ممكن انا نقول بواحد 2000 دينار تصبح او ممكن تقارب للسميق الاجر القاعدي. بالنسبه للتقاعد ايضا
راح تزيد منحه تقاعد الناس المتقاعدين، خصصت لها زياده ايضا في ميزانيه الدوله تاع 2023. التقاعد راح يلحق حتى ممكن نزيدوا بربعة بالمئة. هذه الامور كلها تقنيه ممكن تفيد فيها وزاره الماليه. ما مش عارف ثاني واش الامور الاخرى اللي ممكن نزيدوا نتحدثوا فيها على بالنا بلي كاين ممكن كاين ناس راح يتفرجوا الماتش الان تاع راح يتفرجوا البرتغال، لكن الامور ممكن نزيدوا نتحدثوا فيها على قانون الماليه ولا اسئله. هذه بعض يعني الامور اللي حبيت نتحدث فيها بشكل عام. لكن خاوه لكن اجتماع امور نقدروا اسئله نقدروا نجاوبوا عليها في هذا الخصوص. نشوف انه هذه اهم الامور اللي نتحدثوا عليها. ملف المتقاعدين هناك ايضا الله اعلم كاين زياده في ملف تاع التقاعد تاع الجيش وتصميم جميع العمال المهنيين. شوف بالنسبه للناس تاع العمال المهنيين اللي جاو قبل المرسوم تاع 2019 تحدثنا عنكم عدة مرات، تصلنا رسائلكم يوميا ما شاء الله عليكم والله العظيم نحن يعني نحس بكم، عندنا احساس بالواقع يعني اللي راكم عايشينه. تحدثنا عنكم عدة مرات مع وزير المالية، تحدثنا مع وزير العمل غيرها. هناك تدرج يعني في الحقيقة هناك تدرج باش نسويه تاع 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 الادماج هادو راهم يسووا الحكومه راهي تسوي فيها تبذل جهد كبير. كما العام هذا المفروض انه العام هذا قبل نهايه السنه يتم ادماج كل اللي كانوا متعاقدين. يقعد هذا الامر تاع اصحاب العقود هذه اللي تاع 2019 اللي بعد اللي قبل صدور المرسوم تاع 2019 رانا كل ما تجي مناسبه هناك الحكومه راهي تقول بانه ما كانش هناك يعني مبالغ كافيه رانا بدينا غير بالتدرج بدينا بهذه العقود المنتهيه ومن بعد راح نلحقوا لهم باذن الله ان شاء الله مع الوقت. هنا رانا نكافحوا من اجلكم ان شاء الله. كل ما تجي فرصه راح رانا نهضروا عليكم حتى يعاد ادماج جميع الناس اللي كانوا في العقود هذه المؤقته. التقاعد المسبق لحد الان لا يوجد ما كانش هناك يعني امور يعني باش نصاحبوا بعضنا البعض. التقاعد المسبق كاين هناك تاع المهن الشاقه، لكن هنا على كل حال هنا رانا دائما نتحدث عن التقاعد المسبق لانه نشوف من حق اي مواطن انه ادى سنوات العمل تاعو انه يروح للتقاعد المسبق. هذا الامر رانا نتحدث عليه. ايضا هناك مهن الشاقه ممكن يكون هذه يكون يعني سبيل الى الناس اللي راه تهضر على التقاعد المسبق يدخلوا في 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 اطار المهن الشاقه. ما هي الامور الاخرى اللي تحدثنا عليها؟ هناك مشاريع، هناك لما نتحدث عن العاصمه لما حبيتوا نتحدثوا شويه على العاصمه. هناك لقاء بالنسبه نتحدثوا شويه هذا حضرنا عن الجانب الوطني الشق الوطني تحدثوا الان على العاصمه. كانت هناك عده لقاء يعني تبعنا عده مراسلات تصلنا من عند المواطنين حلينا واش قدرنا نحلو واش نسعى الان واش رانا نسعى واش الناس راهي تواصل معنا. كان عندنا لقاء اخر منذ اقل يعني منذ 15 يوم كان عندنا مع سيد الوالي لولايه العاصمه، طرقنا فيها الى عده مواضيع اللي تهم العاصمه، مشكل النقل في العاصمه، مشكل الازدحام المروري، تحدث ايضا على مشكل الاحواش المتواجده في العاصمه الان اللي هذه راهي يعني تأرق كثير من المواطنين. تحدثنا ايضا على تسويه البنايات يعني الفوضى تاع الاحواش وغيرها. تحدثنا على يعني المناطق الظل او لي بيدونفيل الان اللي راهم موجودون على مستوى العاصمه بالنسبه للترحيل تاعهم. هذه الامور كلها باذن الله راح نتابعوا هذه الامور. راح تكون لنا ان شاء الله مواعيد مقبله، والى هناك اي اسئله لما كانش راح نتواصلوا ان شاء الله. ونشكركم على المتابعه وشكرا جزيلا لكم.